يا تدول. إذا بدر عمي إلو خاطر بعصمت لقتلو قبل ما قتل عصمت. ما بقى ينسكت على اللي عم يصير هنائي. هذا عصمت واحد مثل الخلد، فايت ببيت عمك فوتي الله العليم، أكل بعقلن حلاوة. تعرف لك طاووس، أنا عتبان عليك كتير. ليش بقى؟ ولك مو عساس تعطبو العصمت؟ والله العظيم مو بإيدي، بس وحياتك من هون ورايح لحتى نعمل له اللازم. اسمعوا لأنت وياه، هني كلمتين لهلأ عم بتعاطى معكن إنه نحن ولاد حارة وحدة، بس إذا بشوفكن عم تتطلعوا بعصمت لحتى شهيكن الموت انتو اتنين. فهمت أنا إيه؟ فهمت. هلا أنت ما بتقدر له لهذا البغل؟ ما بتقدر له؟ لك أنا بقدر كومه، بس مو هون بالحارة قدام الحارة. إن شاء الله دايما تحتين. اسمح لي عمي ابو نور. بكير دكتور. والله تأخرت. لك يا أهلا وسهلا. شرف، أهلا وسهلا فيك. شرفت والله دكتور. الله معك بيكتر إن شاء الله. حسينة، حسينة. اي يا ابي. ادي يا ابي ادي. يا بنتي احكي لي، في شي بينك وبين عصمار؟ يا بي، من عوايدنا ما بيجوز يصير شي بينك وبينه لعصمات ونحن ما ندرى فيه. ما بيجوز هيك عوايدنا. في استلطاف بيني وبينه ان شاء الله بتتقطع. ايه والله كان قلبي حاسس. شوفي ولي، من هلا ورايح ما عاد في طلعه من البيت بنوم. هلا هاد جزات المعروف. ولك اي معروف يا مقصوفة الرقبه؟ لولا عصمت كان هلأ جسمي بدندل على حبل المشنقة. أيوة، وإن شاء الله بدك يانا أنه نسمح لك تطلعي وتفوتي أنت وياه. يا بي أنا ما عم أقول هيك، بس كمان ما حلو الواحد ينكر المعروف.